تعلم النرويجية بالغناء. بوب بوب دادي دادي بوب بوب سو، بوب 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 دادي دادي بوب بوب سو. رانا أتت رانا من سوريا وهي تستخدم الغناء لتعلم النرويجية. أتيت إلى النرويج منذ حوالي عامين، أذهب الآن إلى المدرسة لحضور دورة اللغة النرويجية. ناتاليا من أوكرانيا أيضا تستخدم الغناء لتعلم اللغة. هذا مهم جدا لأنني أتدرب الآن في مدرسة ابتدائية. نتعلم النرويجية في المدرسة، إنها طريقة مهمة للتعلم. في مركز تعليم الكبار في ميلبو يجنون أكبر فائدة من تدريس اللغة النرويجية. أكثر من 30 من السيدات من 18 دولة في جوقة غنائية تدعى مزيج جيد. التواجد في جوقة غنائية وخلق صداقات جديدة يعزز تعلم النرويجية. حين ندرس النصوص نتمرن كثيرا على الكلمات، هم يحفظون الأغاني عن ظهر قلب، حين يحفظونها غيبا يصبح من السهل عليهم ربط الجمل. تعرف السيدات كيف يضفين نكهة على التدريس. لدينا أغاني أسهل مثل هذه. ثم يتعلم المرء نصوص الأغاني الأكثر صعوبة في حصصنا الكثير من المراحل. التمرين في جوقة الأغاني يحدث مرة في الأسبوع. توجد أيضا أغاني في حصص أخرى لكن ليس كثيرا. أحب هذه المدرسة لأنني أتعلم الكثير. 100